السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلاب اولى وثانيه وثالثه ثانوي. النهارده معانا ثلاث نقاط مهمه هتكلم فيهم. واحد، تعديل ميعاد امتحان اولى وثانيه ثانوي. اثنين، الجوائز للي هيجيبوا ان شاء الله الدرجه النهائيه في الامتحان اللي جاي. وثلاثه، تحديد الفريقين اللي صعدوا من الاربع فرق في امتحان سنه ثالثه ثانوي الاخير. نبدا باول حاجه، اولى وثانيه ثانوي مش ثالثه، اولى وثانيه ثانوي. الامتحان ان شاء الله كان المفروض يبقى الحصه اللي جايه، ولكن بعض الطلبه قالوا احنا عايزين حصتين المراجعه، لان انا قلت بعد الامتحان في حصتين مراجعه، حصه على مراجعه الوحده الاولى اللي هي نص المنهج، وحده وحصه مراجعه الوحده الثانيه. ففي طلبه قالت احنا عايزين المراجعه دي قبل الامتحان. ده حل بصراحه ورأي حلو جدا، بحيث ان انا ادي المراجعه الاول لو انت في حاجه فايتاك، بحيث ان انا اجيب امتحان بقى بمزاجي، بقى اجيب فيه تكات، اجيب امتحان شديد، اجيبه من 100 نقطه، ده هنقوله بعدين ان شاء الله. ولكن بالشكل ده يبقى الامتحان ان شاء الله بتاع اولى وثانيه ثانوي مش الحصه الجايه، لا الحصه الجايه هي مراجعه نص المنهج، الحصه اللي بعديها مراجعه النص الثاني، وبعديها امتحان شامل، يعني كان الامتحان اتاجل اسبوع ان شاء الله. نقول تاني، يبقى اولى وثانيه ثانوي حصه السبت والحد والاثنين اللي جايين هيكونوا شرح نص المنهج الاول، وبالنسبه للثلاث والاربع والخميس باذن الله يكون شرح نص المنهج الثاني، وبعدين امتحان شامل بس امتحان مليان عايز تركيز. ده بالنسبه للنقطه الاولى. نروح للنقطه الثانيه، ودي تخص اولى وثانيه وثالثه ثانوي الجوائز. بالنسبه للثالثه معادهم زي ما هم، ثالثه ثانوي معادهم زي ما هو، الامتحان ان شاء الله السبت والحد والاثنين اللي جايين دول باذن الله. بالنسبه بقى للجوائز، الجوائز ان شاء الله احنا كنا دايما بندي اللي بيجيب درجه نهائيه ثلاث نقاط، واللي بيجيب اقل نقطتين وهكذا. ولكن هنبدا الثلاث نقاط من 39 من 40 بالنسبه لثالثه ثانوي، ولو ثانيه من 29 من 30. انما الدرجه النهائيه اللي هيجيب الدرجه النهائيه سواء في اولى وثانيه وثالثه في الامتحان الشامل اللي جاي ان شاء الله هياخد المج ده. والمج ده هيكون عليه صورتي انا والطالب ده. يعني بعد ما يجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله هنتصور انا وهو صوره للذكرى تعيش، وبعد كده نحطها على المج ونجيب المج ده هديه مني ليه. دول ان شاء الله اللي هيقفلوا الامتحان سواء اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي باذن الله. نيجي لاخر حاجه، هي بالنسبه للفريقين اللي فازوا من سنه ثالثه ثانوي من الاربع فرق. نشوف كده، ركزوا معانا. هنبدا دلوقتي في نتيجه امتحان اوائل الطلبه. احنا قلنا كان في اربع فرق، هناخد اعلى فريقين ونشوف بقى الامتحان الشامل مين اللي هيكسب فيهم جائزه المركز الاول. طيب نبدا بالمركز الرابع، هنكتب هنشوف الاربع فرق بس ايه؟ من تحت لفوق الاربع فرق، مين المركز الرابع؟ لازم نقوله ونشكره لانهم اجتهدوا لحد المرحله دي، وده انجاز كبير جدا لان في فرق كتير طلعت من المسابقه وفرق قويه جدا جدا. الفريق الرابع في المركز الرابع هو فريق الشبابره. المجموع 366. المجموع بتاع الفريق كله 366. احب اشكرهم واحد واحد، الجرحي محمود واسلام واكرم وعبد الوهاب. بشكرهم جدا، بس الطبيعي هي اي تنافس في فائز وفي خاسر في الاخر، بس انا بقول الاثنين فايزين، لان انت اجتهدت لحد اخر مرحله بس، ولكن ممكن يكون موضوع تسميع الكلمات اثر شويه مع الامتحان. طيب المركز الثالث هو فريق الغلابه، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان حصل اخطاء بسيطه كده، يعني مع انهم جابوا درجات كويسه 180 ل 400، ده درجه ممتازه بالنسبه لخمسه، ولكن برضو بشكرهم جدا واحد واحد، لان هم دول كلهم دول ولادي ولادي فعلا، سواء دول او اللي فاتوا او اللي جايين، حسين محمود باسم يوسف ستيفن، بجد يعني معزتهم غاليه جدا، وانا واثق وبقول لهم اهو ان شاء الله افتكروا انتوا هتكرموا باذن الله في اخر السنه من ناس كتيره جدا جدا جدا، لانكم هتكونوا من اوائل من الاوائل باذن الله ان شاء الله. نروح بقى للفريقين اللي كسبوا. فريق الاميرات المركز الثاني 382، فرق بفارق درجه واحده بس،
ولو فريق الغلابه بص في الامتحان يعني هيزعل جدا، في اخطاء بسيطه جدا زي فعل سهل جدا، يعني هم نفسهم يعني واثق ان الاخطاء دي مش بتاعتهم، بس ممكن يكون مثلا توتر كده. فنيجي لما ربنا بارك له صعد لمركز النهائي بمجموعه 382، برضه نشكرهم سلوى جمال، داليا حسن، هدير علي، رحمه حماده، يوستين عامر. برافو عليكم، برافو، اجتهدوا جدا جدا، ممتاز. وبعد كده الفريق اللي خد المركز الاول، ولكن زي ما قلت الاول زي الثاني، الاثنين هيدخلوا المرحله النهائيه، الامتحان الشامل هيحدد مين الفريق فيهم اللي هيفوز. فريق الوحوش جاب 391 درجه، طبعا درجه خياليه خياليه. هو عبد الرحمن حسين، ابراهيم جمعه، زياد رشدي، ابانوب عادل، ابانوب نادي. ببارك للكل، وان شاء الله باذن الله معادنا سنه ثالثه ثانوي، معادنا في الامتحان الحصه اللي جايه ان شاء الله امتحان شامل نركز فيه كويس، عشان هشوف هتصور مع مين بقى وندي المج هديه لمين ان شاء الله. يلا سلام عليكم.